أنا اسمي محمد من طائف السنية من وين انت؟ من سوريا. تسمعني؟ اي نعم اسمعك. أنا بدي أحكي بدي أتكلم برواية عائشة، سيدة عائشة. اي رواية؟ إن الرجل نزل بعائشة. اليوم كلها جاي على هاي الرواية. هي والله هاي رابع. شوف لا تأخذني، بس أنا شوي متلبك، لا لا على تأخذني. راحتك، على راحتك، لا على راحتك. بس شوف عادي أنا سألت، عادي نناقش غير رواية، ولا أنت جايب تحضير على هاي الرواية؟ أنا بدي أناقش بكل الروايات وأنا سوف أتشيع بإذن الله. يعني أنت تريد تتشيع، ولا جاي تناقش، ولا شنو بالضبط؟ أنا راح أقول لك ليش راح أتشيع وعندي كم سؤال. طيب تفضل. انا بدي اتشيع لانه صار لي سنتين تقريبا عم ببحث. انا عمري 22 سنه، يا اهلا ومرحبا. وتقريبا صار لي سنتين عم ببحث بين طائفه الشيعيه وطائفه السنيه. فاكتشفت انه في كتير تخبيصات بالطائفه السنيه، وخاصه بكتاب كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم، وفي كتير في كتير كذب ودجل. فانا عندي انا اكتشف في احاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، مثل في صحيح غدير الخم، ان بعتذر شوي متربك. على راحتك، على راحتك. قصدك موسوعة الغدير؟ نعم، غدير الخم، عندما الرسول مسك ايد سيدنا علي عليه السلام ليس وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وحب من احبه وابغض من ابغض، انصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحكمة حيث دار. فأنا عند بحثي عن تاريخ الإسلام، فاكتشفت أنه سيدنا علي عليه السلام كان في معركة جمل حارب سيدة عائشة. طيب وتسمعني؟ نعم. وأنا صار عندي الشكوك أنه كيف بحاربها، وإذا هي عنا بطائف السنية هي أنه سيدة عائشة وهي معصومة، وكيف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على آله وسلم قال إنه من اللهم عادي من اللهم والي من والاه وعادي من عادى. معناتها نحن لازم نكون مع سيدنا علي، ماني وعادي سيدة عائشة، معناتها لازم نحن نكون مع سيدنا علي عليه السلام، صح؟ طيب ففي كثير أسئلة كانت عندي، انت فكنت أسأل شيوخ السنة، كانوا يقولوا ان الاحاديث كله كذب، ما في شيء بكتبنا هيك، يعني ما انت في شيء جنابك صحيح البخاري صحيح مسلم. فانا رحت بحثت لحالي واكتشفت انه في هيك احاديث. انت جنابك فهون الكريم بالاصل شيعي. انا هلا بدي اتشيع، انا كعقيدتي شيعيه هي، فانا اريد اتشيع على العلن. لا، كيف عقيدتك شيعية يعني؟ يعني انا اصلي سني، اصلي يعني من عائله سنيه. ما هون سمعتك تقول علي عليه السلام، يعني هذا اللفظ كأنما شيعي، ولو هو بالبخاري موجود. لكن أنا دائما بقول هكذا لأنه أنا أحب أعشق سيدنا علي، يا أهلا وكنت ومرحبا. صغير كنت أعشقه، وأحب أهل بيت رسول الله، وأحب حسن وحسين عليهم السلام. يا أهلا وسهلا. حديث وكمان رواية هجوم عمر بن الخطاب على دار سيدة زهراء وكسر ضلعها، كمان بحثت عنه واكتشفت إنه كمان كانوا كذبوا علينا. ما شاء الله. وعائشة، فكنت وعائشة، هي حديث اللي كنت أنا بشوي عم بسمع هذول الأشخاص اللي كانوا عم بيحكوا معك عن رواية سيد عائشة. فأنا ما بدي ألعنها على المباشر، فتعرف إنه مشان ما بدي حدا يسبني، فإنه ما في ولا مبرر. فكان مشكلتي أنا كنت أقول إنه يمكن مثلا يكون كذب، إنه هيك عم بكذبوا على سيدة عائشة إنه هي تكون طاهرة، بس هن عم بكذبوا دجل. فطرحت أسأل شيوخ السنة: هل صحيح البخاري وصحيح مسلم هن كتابان صحيحان؟ طيب إذا هذول صحيحان، معناته الأحاديث الموجودة فيها صحيحة، صح؟ صح. معناته عقل كيف دل إنه عقلي ما كان يتحمل إنه كيف صحيحة وعم شوف هالأحاديث حديث جنسية. أنا كشاب عندي غيرة، ما بقبل مثلا والله مرتي
تحكي مع رجل غريب بأحاديث جنسية مهما كانت تكون. أنا هذا رأيي، وأكيد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أغير مني لسه، وشخص غيور ورجل، ما عرفت فعلا كيف؟ فعلا فأكيد ما راح يبقى على زوجته هيك شغلات. يعني أحسنت. فأنت إن شاء الله تعالى جاهز تعلن تشيعك وتبرأ من المنافقين جاهز. إن شاء الله. قل معي على بركة الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا، إلها واحدا أحدا صمدا، منزه عن العبث والفساد، منزه عن العبث والفساد، خالق كل شيء وليس كمثله شيء، خالق كل شيء ولا مثله أي شيء، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيد المرسلين سيد المرسلين، وخاتم النبيين خاتم النبيين، وأفضل العالمين، وأفضل، نعم، العالمين أفضل العالمين، معصوم من قبل رب العالمين معصوم من قبل رب العالمين عن كل عيب وشيء عيب وشيء. وشيء. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله، أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله، وخير خلق الله بعد محمد، خير خلق الله بعد محمد، رحم الله عبرتك، الله يرحم عبرتك، الله يرحم عبرتك. وخير خلق الله بعد محمد، وخير الخلق الله بعد محمد، وأحق خلق الله، وخير خلق الله بمقام محمد بعده، مقام محمد بعده، أشهد أن فاطمة الزهراء أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناؤها المعصومين حجج الله، أبناؤهما المعصومين حجر الله، أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة رحمة الله، وحفصة، وعائشة وحفصة وحفصة لعنة الله عليهم. الحمد لله، هنيئا لك أخانا الكريم، رفع الله مقامك مع محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين إن شاء الله تعالى. آمين يا رب أجمعين. هنيئا لك شيخ، نعم شيخ تفضل. أنا لسه عندي نعم شوية أسئلة، فيني أسأل؟ تفضل. شيخ أنا بعقيد الشيعة أنا بدي بس عندي شوية أسئلة عن اللطم وال شو كان اسمه التطوير، فأنا بدي أسأل إنه هل هذا الشيء إنه هو حلال؟ إنه لأنه أذى إنه بيأذي الجسد و نعم فهمت علي؟ نعم أولا سجل عندك، عندنا في اليوتيوب محاضرة ما أذكر عنوانها أنا الآن، أعتقد أي نعم أعتقد أعتقد مشروع اللطم أو شيء، أو البكاء على الحسين مثلا، هيجي أمير قريش يعني بعدها يكتب، أو قناة المنتقم. أي أنا رديت على شخص كان رد تفصيلي عبارة عن محاضرة، لكن أنا راح أجاوبك الآن. هو من يحدد إيذاء النفس؟ من الذي يحدد؟ الشخص يحدد إذا بيأذي نفسه ولا لا، صح؟ يعني أنت يصير تفرض ما تعتقد به إيذاء على الإيذاء للنفس على غيرك؟ لا لا، هم ما يشوفون هذا إيذاء. هاي شلون؟ مين اللي ما بشوف إنه هذا إيذاء؟ اللي يلطم على الحسين يقول أنا ما مأذي نفسي،
طيب بس انا قصدي عقليا وجسديا هو هو كيف انا بدي هو احنا الان جايين احنا الان جاي مثل ما واحد يرى ان الملاكمه لا إيذاء فيها، مع العلم عيون بها تنشلع وخشم يتكسر وجماجم تهتز، صح ولا انا غلطان؟ صح. هاي الحاله شلون؟ طيب انت برايك يا شيخ قريشي انت شو برايك هذا الشيء؟ يعني هذا الشيء مثلا باحاديث نعم سيدنا محمد عليه السلام هو ها صحيح؟ هو هنا الكلام، احنا عندنا هذا بروايات الائمه، نعم صحيح الأئمة نعم 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 الأئمة عليهم الصلاة والسلام لطموا وطبروا على الحسين عليه الصلاة والسلام، بس هذا مو واجب، يعني لازم تعرف هاي النقطة. أيوة. يعني هذا ليس بواجب، إنه إحنا يعني مو واجب عليك لازم تسوي، إذا ما عاجبك لا تسوي، هو مجرد أجر وثواب عظيم فيه، لأن النبي عمل هذا الشيء. يعني الآن في كتب المخالفين وفي كتب الشيعة النبي بكى ولطم على الحسين، حث التراب على رأسه، والحسين كان بعد صغير في حجرة جالس، حتى بعد ما ميت لا مقتول لا شيء. الصحابة جوا على النبي قالوا ليش تبكي يا رسول الله بصوت عالي، شنو اللي صار؟ قال أخبرني جبرائيل بمقتل ولدي الحسين بهذه الطريقة، أنه يقطع. طيب إذا النبي الحسين بعد ما مقتول بعد 60 سنة إلا ينقتل وكان يبكي ويلطم، شلون بعد ما انقتل؟ صح. هذا ناهيك عن الأحاديث التي تقول أن السيدة أم سلمة رأت ابن عباس يقول رأيت النبي أشعث أغبر يحث التراب على رأسه يوم مقتل الحسين. يعني إذا تحب تبحث في هذا المجال الروايات كثيرة، وأنا عندي محاضرة قلت لك، يعني أنا عندي محاضرة مقدم بها أدلة من كتب المخالفين ومن كتب الشيعة. حياك الله. طيب فين أسأل كم سؤال ولا؟ اتفضل اتفضل. أنا بس أسأل إنه هذا حديث عن ذكر حديث عن النبي سيدنا محمد قال إنه 72 فرقة من أمة سوف تفترق وكلهم في النار إلا فرقة واحدة. طيب سؤالي كيف مثلاً 72 فرقة وفي أكس وفي يعني ملايين الناس؟ عرفت كيف؟ فكيف هذول كلهم قاعد يكونوا بالنار إلا فرقة واحدة حتكون بالجنة؟ معناته بأي حالة إنه سيدنا محمد ما أتى بهذا الدين رحمة لنا، صح؟ هذا مثل واحد يقول إنه الله عز وجل يقول ثل من الأولين وثل من الآخرين، وأن أهل الجنة أقل من أهل النار، معناها الله خلقنا حتى يعذب الأكثرية. بالضبط. شو رأيك؟ طيب هلا مثلا هذا الشخص لا شو رأيك؟ هذه شو رأيك بيها؟ صح صح ولا مو صح؟ صح. هي ما عندي سؤال، أنا عندي هي ما تعتمد أهل الطائفة السنية تمام؟ هن بيقولوا إنه طيب أنا بأشهد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. انه ليش ليش مثلا الشيعة بتقولوا انتم انه نحن راح نكون بجهنم بس لانه بيتردوا على ابي بكر وعمر؟ شلون هذا السؤال؟ ما فهمت. يعني كيف اهل السنه بيقولوا مثلا احد من اهلي وصلت كده اناقشهم انه هيك هيك، انه فكان يقولوا لي انه كيف نحن راح نفوت على اذا نحن عملنا خير وعملنا زكاه وحجينا وصلينا وكل شيء؟ هذا بالروايات الله يعوضهم بالدنيا فيصعدون للاخره ما عندهم اي شيء. ايوه طالما هن بيحبوا ابي بكر وعمر ويتردوا عليهم. نعم. اللي يعمل خير بالدنيا الله يجازيه، يعني واحده من ما حده منهم. يعني الان كم شخص ما عنده ايدين؟ كثير كثير. هذه فضل اليد الواحدة عند الإنسان ما يشعر بها إلا إذا فقدت. الله عز وجل إذا حاسب الناس اللي قدموا خير وهم أصحاب عقيدة منحرفة على نعمة واحدة من النعم التي أودعها عندهم لكانوا مقصرين لله. يعني الله عز وجل يقول لهم أنتم عقيدتكم منحرفة مو على الدين اللي أنا ردته، لكن أنتم ساعدتم فقراء، بنيتم، سويتوا أجهزة مثل أشياء، مو مشكلة.
انتم حتى تسوون هاي الاجهزه او حتى توصلون او حتى تصيرون ملياردير او حتى تشتغل او حتى تساعد الناس، انت شنو عندك؟ راح يقول لي يا رب انا عندي جسم كامل سليم. يقول جيبوا مثلا مليار مليارين شخص ما عندهم ايد، راح يقول له منو الاحسن، منو الـ منو الـ منو الافضل في الدنيا من ناحيه العمل، انت ولا هم؟ راح يقول اني. راح يقول اذا انا الي فضل عليك في انه هذه ايدك موجوده، مو مثل هذول معوقين مثلا عطيه او بعض الناس مبتوره، فاذا انطيني تعويض هذه اليد اللي انا رزقتك بيها. الروايه تقول هنا ايش قد ما يعوض هذا الانسان من فعل خير سواه ما يعادل نعمه من نعم الله الواحد، نعمه واحده ما يقدر. طيب طيب مثلا انتم نحن الشيعة مثلا او علماء الشيعة والشيوخ دائما بيقولوا عن صحيح البخاري وصحيح مسلم انه منافقين وكذابين ودجلة، صح؟ طيب كيف مثلا نحن بنقول عنه انه كذابين ودجلين ومنافقين ونحن بنصدق احاديثه مثلا؟ نقول الحديث نصدق ما وافق ما وافق كتبنا. كيف يعني؟ هذا أنا أقول لك الآن، سجل عندك هذا العنوان الثاني، سجله. كيف نصدق روايات عائشة ولم ترد بكتبنا الشيعية المعتبرة؟ أنت بس اكتب كيف نرد على كيف عفوا أنت بس اكتب كيف نصدق روايات عائشة أمير قريش قناة المنتقم، يطلع لك الفيديو. أنا بدي لك أنا شخص كردي. يا اهلا ومرحبا. يا اهلا وسهلا. انا شخص كردي من سوريا. يا اهلا ومرحبا، اهلا بك. في حديث اهلا بك شيخنا. موجود الرد أنا... موجود الرد الرد موجود. هل الكرد نعم؟ اي اللي هو تقصد على موضوع الجن؟ الجن صح صح صح. هل صحيح انه هالموضوع انه ذكر عن زنديق عمر بن الخطاب اللي هو اللي حكى هالشيء عنه؟ نعم، لا يستبعد، لا يستبعد. عموما انا مسا عندي بحث موجود بالقناه، اكتب في اليوتيوب هل الاكراد قوم من الجن امير قريشي او قناه المنتقم، يطلع لك الفيديو. انا شرحت انه مو معناها الجن اللي احنا نفهمه ولا هذا، شرح تفصيلي. شوف المقطع ان شاء الله يعني راح يفيدك. هل صح هل حديث من جد رسول سيدنا محمد قال لعمر الشيء وان عمر سمع الشيء، ولا عمر كذاب بينافق؟ انه شو في اي شيء؟ لانه نحن عندنا عند الاكراد خاصه الديانه اليزيديه ودي هاجموا الاسلام، يقولون انه الزنديق عمر مثلا قال عن نبيه نبي المسلمين انه قال انه الاكراد قوم من الجن على زمن موسى او لا زمن يونس مدري مين الانبياء، فانه عصوا الله فكشر عنهم الغطاء، فقال فامر النبي انه اكردوهم فوق الجبل مدري ايش هيك شيء. لا 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 مو بهذا المعنى، لا لا هذا معنى عمر. لا نعم طيب هذا شيء من جد عمر بيكون كذب عن اي نعم عن نعم نعم هذا تمييز من عمر. نعم، والاخوه الاكراد المفروض يكفرون بدين عمر على هاي الروايه. نعم احسنت، لانه حتى انا صرت ابحث عن مسيره هذا الكلب الحيوان. نعم، وهجم بلاد الفرس. نحن كمان بتعرف نحن نحن من زمان قبل الاف السنين كنا بهذه بلاد الرافدين في العراق وفي هذه المناطق شمال العراق وإيران، فعمر استلم الحكم غزا بهالمناطق وقتل كثير من الأكراد. اي نعم صحيح، حتى وأحرق الأولاد واغتصب النساء. نعم أنا بعد بعد أعتذر من جنابك لأن عندنا اتصالات كثيرة. إن شاء الله تعالى اتصل في البرنامج شكرا. المفتوح إذا صارت عندك أسئلة. جيد، ما بتسأل سؤال راح ينزل على اليوتيوب. شنو هو اتصالي؟ إيه نعم هو موجود الآن في اليوتيوب الآن، هذا بث مباشر. لا قصدي راح ينزل. إيه نعم نعم هو نعم نعم في اليوتيوب. نعم عن بث مباشر. يا أهلا وسهلا، مع السلامة، شكرا لك.